أطلقت هيئة البريد المصرية المعرض العربي للطوابع بمشاركة 7 دول عربية وبحضور أكثر من 16 عارضا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع. وتستعرض كل دولة خلال أيام المعرض الذي يقام تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراثها، مما يوفر تجربة فريدة لزائر المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع. البريد المصري زي ما حضراتكم عارفين بيخدم المصريين من أكتر من 159 سنة. امبارح كان عيد البريد 159، والنهاردة بنستضيف حضراتكم وفتحين الباب للجمهور. المشاركة الحقيقة جيدة جدا. الإمارات العربية المتحدة مشتركة، سلطنة عمان مشتركة، قطر مشتركة، ليبيا، الأردن، يعني المشاركة جيدة جدا، مش بس الدول كمان الهواة، جمعية الهواة المصرية والمهتمين بجمع الطوابع. بندعو كل المصريين زيارة المعرض في مبنى العتبة للبريد المصري، المبنى التاريخي والمقر الخاص بمتحف البريد المصري. نحن كنا حريصين أول ما جتنا الدعوة أنه نشارك في معرض زي كذا في بريد المصري، وطبعا نحن أبرز الطوابع احنا حابين نعرضها في المعرض اليوم، اللي هو الطوابع أو الفن العماني والثقافة العمانية اللي نحن حابين نظهر له للشعب المصري. وطبعا الهواء لهم معزة خاصة عندنا ويحبوا يقتنوا هذه الأشياء اللي عندنا، وحابين نحن نجيبها معانا في المعرض. فمثلا نحن عندنا طوابع لربع آنا اللي هو عهد السلاطين، كان في تكنيك خاص زي المعدن، العملة المعدنية. نشكر البريد المصري على حسن الاستقبال والتنظيم، شاركنا في معرض العرب للطوابع بعض طوابع كاس العالم، والطابع الذهب والمذهب هذه من أهم المجموعات اللي موجودة عندنا. نحن جئنا هنا الجمهورية المصرية العربية الشقيقة لنشارك في معرض الطوابع البريدي الذي تقرر في اجتماع اللجنة الدائمة للبريد في جلستها السنة الماضية. طبعا كما تعلمون وكما ترين الطوابع هذه هي تمثل كل الإصدارات. أقدم طابع هو في سنة الاستقلال، احنا في موريتانيا استقلت 1960 وتم إصدار أول طابع بريدي في تلك الفترة. مشاركين ب 15 إصدارات، وعدد كمية الطوابع هي تقريبا أنا أقول نقدرها ب 2000 طابع.